يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من كلمة يا فضيلة الشيخ وفقكم الله حول ما يثار في هذه الأيام من بعض الشبهات والتلبيس على العامة في مسائل كالاختلاط ورضاع الكبير والرضاعة الكبير والصلاة في البيت دون المسجد وإباحة الغناء، حيث يقوم هؤلاء بالعبث في ثوابت أمتنا، فما نصيحتكم لنا ولهم وفقكم الله؟ نصيحتنا لهم أننا نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب ومعرفة الحق والعمل به، ونصيحتنا لكم أن لا تستمعوا إلى أقوالهم أو تتأثروا بفتاواهم وأنتم تعلمون أنها خطأ، ارجعوا إلى فتاوى أهل العلم وأقوال أهل العلم المعتبرين، ولا تغتروا بهذه الفتاوى، وانصحوا الناس أن لا يستمعوا إليها، هذا من النصيحة. نعم. ومن له استطاعة أن يتصل بهم ويناصحهم فهذا شيء طيب. نعم.